بقول لك ايه، انا دلوقتي هنزل الف وادخل على البيت ايه اخر براء، وانت حلو بقى تدخل الوكاله تشوف ابوك. المره اللي فاتت كانت روحه في مراخيره، ربنا يجعل كلامنا خفف عليه يا ستي. لا خلاص ولا يهمك، ابويا بعد ما رنني 30 علقه حاميه وبعد ما رفضت له 3 عرسان خلاص اتاكد ان انا يستحيل اتجوز واحد غيره. يعني بالعربي عارف قد ايه انت غبيه وحماره كمان عشان بحب واحد زيك. الله الله الله، لكن اعمل ايه؟ خلاص كلمه وديتها، عايزني ايه؟ اطلع مش راجل؟ سلام يلا. سلام يا جميل حلم. ولقيت المحل اللي هتفتحه بوتيك؟ جيت الحق يا عم لسه، بس في ناس حبايبي كده زي حضرتك مديني كلمه دعواتك يا حاج. اشمعنى يعني حكايه البوتيك دي اللي انت مصمم عليها؟ كاري ومهنتي لا مؤاخذه. كارك دي ولا مؤاخذه بقى، كار اللي مالهش كار. راس يا معلم، عال قول للرجاله شاونوها. شوف يا فتحي، كلامك اوامر يا عم. ابوك كان من اعز اصحابك الله يرحمه. شامم ريحته في نفسك يا عم، ربنا يديكم طول عمر يا رب. فاكيها بنتي دي هي اللي طلعت بيها من الدنيا؟ ما طلعتش بيدك فاضي يا عم لا مؤاخذه، نعمل الاصل والاخلاق. يا واد افهمني بقى وبلاش الالباندا بتاعتك دي. ابن الحرام مش هو بس اللي امه غلطت فيه، العيل كمان اللي بيدخل جوفه لقمه حرام بيطلع راخر ابن حرام. ربنا يكفينا شر الحرام. الكلمة دي بقى هي مهر بنتي. نعم. أنا يوم ما أدي بنتي الواحد ما أطلبش منه غير الكلمة دي، يكفيها ويكفي ولادها شر اللقمة الحرام. أنا ما أتمناش أكتر من كده. وأنا أوعدك يا عم. لا، وعد بالكلام كده ما ينفعش. ده تؤمر بيه. يسيبك من شغل التهريب والثلاث ورقات بتاعك ده وتيجي تشتغل معايا هنا. اشتغل معاك هنا إيه لا مؤاخذة؟ هتمسك لي الحسابات مؤقت، وشوية شوية هتفهم العملية، همسكك شغل الوكالة كله. قلت إيه؟ والله يا عم يعني إيه؟ هي 100 جنيه في الشهر سليم؟ 10 برايز يعني؟ 10 برايز حلال؟ جرب الحلال يا ابني وشوف البركة فيه تسوى إيه؟ على العموم مش 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 مش, مش مشكلة يعني، ماشي الكلام. بس بقى الشغل هنا في الوكالة وبس، مفيش تنطيط، لا تقولي لا بورسعيد ولا المطار ولا الكلام الفاضي بتاعك ده. موافق. امتى بقى نكتب الكتاب؟ هات والدتك وتعالوا تعشوا معانا. بس اصل والدتي يعني الاصول انها فتح، على الاقل اطمن انها راضيه عن الجوازه ورتب معاها المسائل. ده انت لو عوزت ابويا نفسه هجيبهولك من تربوطه. ماشي الكلام، الليله الجايه هنتعشى عندكم. سلام يا عم. ابويا قال لك ايه؟ تعالي بس نبعد عن الناس لا يشوفونا. يا اخويا اللي شافنا عينه تتخرق. المهم ابويا قال لك ايه؟ قعدت تقولي لي قابله، ادي احنا قابلناه. يا خرابي انا خلاص رفضت. ابوك عازمنا انا وامي بكره عندكم على العشاء. يعني ايه يلا؟ ابوك يوافق يا فاكيها. اقعد نقول على الابن.